أي محادثات بين الفصائل الفلسطينية مهمة جدا، لأنها تساعد على وحدة الموقف الفلسطيني وتساعد على إيقاف المجازر التي تحصل بحق الأطفال والنساء في غزة وفي الضفة الغربية. هذه الوحشية الأمريكية الصهيونية البريطانية الغربية ضد الشعب الفلسطيني بهذا الشكل الذي لم يشهد له العالم سابقا يؤكد على أن دولة الدول الصديقة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني مهم جدا في إيجاد المخارج والحلول من أجل إيقاف هذه المجازر وإيقاف هذا العدوان الوحشي على غزة. لذلك نأمل أن تخرج هذه الاجتماعات بموقف موحد يرفض كل هذه المجازر والجرائم ويدعو بشكل عملي يمارس ضغوط حقيقية على الدول الاستكبارية العالمية من أجل إيقاف هذا العدوان وإيقاف هذه الوحشية والمجازر والجرائم وحرب الإبادة وحرب التجويع على غزة.